بسم الله الرحمن الرحيم. هلا صار وقت ان نبلش كود في اللينك ليست. بعد كل هاي الفيديوهات السابقه اخذنا باك جراوند منيحه، فهلا بنقدر نبلش كود. فقررت ان نبلش يعني نحط الكود سوا، مش ناخذ كود ونشوف شو معمول فيه، هيك ممكن يصير شويه اخطاء بس يعني بنكون فهمنا احسن ايش التجربه. تمام، فبدنا نعمل لينك ليست بهذا الشكل. عندي نود فيها داتا نوع انتجر، ودائما كلنا من نود للثانية بنحتاج بوينتر. لو صاحين رسمة الميموري بدي اروح من مكان لمكان لاني ما بعرف كل الادرس لكل مكان لانه في الران تايم بصير، فبدي بوينتر للمكان الثاني. فبوينتر للنود الثانية، ومن الثانية بوينتر للثالثة، وهيك. هلا كل نود اتفقنا انها struct، هي عبارة عن فيها داتا وفيها pointer. البوينتر من نوع مين؟ من نوع struct node، لانها بدها تأشر برضو على struct node. النود الثانية هي struct node، فراح تأشر على struct node. فعرفنا من نوع struct node اللي هو الداتا تايب، pointer اسمه next. تمام، مش مأشر على لا شيء لحد هسه. تمام، فهي struct اللي بتمثل النود. وصلنا هلا نعرف ايش struct وايش pointer، فالامور اتوقع صارت اوضح. الخطوة الثانية اني بدي انشئ النود، وعرفنا انه يوم ننشئ نود نستخدم malloc والsize of struct node، وعرفنا ايش size of وايش بترجع، اللي هي بترجع size لهذا الداتا تايب. فباختصار بنقدر نعمل اول نود كالتالي. بس قبل ما نعملها منا نرجع اول فيديو تاع التايب ديف. هلا بدل ما نكتب كل مره struct node pointer، نقدر نعمل يعني اول اشي ان ننشئ، ممكن ما وصلت المعلومه مني، اول نود عشان اصير اقدر اوصلها بدي اشي معروف الاسم مسمينه عاده ال، يصير ياشر على اول نود. وهي ال ممنوع تتحرك، لازم تظلها محلها وظل اسمها ال عشان اتعامل مع ال. هلا مجرد ما عرفت ال بصير اعرف اوصل لاول نود وثاني نود وثالث نود، لانه خلص مجرد ما وصلت لوحده بقدر اوصل للبقيه عن طريق النكست نكست نكست. بس الفكره انه لازم في وحده الها اسم اتعامل مع هذا الاسم، يعني اسم معروف. الباقي هذا ما لها اسم، اي بي سي ما لهم اسم، بس الهم مكان بقدر اوصل له بالضبط. فعشان ننشئ ال او الهيدر بنسميها، منا بس نعمل بوينتر يعني من نوع struct node بوينتر اسمه ال او هيدر او الكمية، وخلاص. هذا ال بدي احجز له مكان في الميموري، وهو هذا المكان بيكون اول نود. تمام، فمنقول ال بتساوي عفوا ال بتساوي malloc لا size of struct node. تمام، فبهيك شو عملنا؟ رحنا عرفنا pointer واسمه ال وعرفنا ال. هذا ال بدنا نصير نتعامل مع اللينك ليست من خلاله. كيف الاري نتعامل معها؟ من خلال اسم الاري. في اللينك ليست نتعامل معها من خلال الهيدر اللي هو بيأشر على أول إليمنت في الأري في اللينك ليست عفوا. فهذا هو ال. تمام، هو بيحجز لال في الميموري مكان، بصير ال اللي أشر عليه اللي هو هاي النود هي هاي. تمام، هلا بس في إشي صغير عشان نستغله. بدل ما نحط struct node pointer كلها هاي كل مرة نرد نحط يوم منا نعمل بوينتر يأشر على النكست وبوينتر يأشر على النكست، بدل ما نعمل struct node pointer حكا خلينا نعرف. طبعا هذا الاشي مش اجباري يعني، هو اوبشنال بس عشان موجود يعني موجود متعارف عليه خاصة في الكودز اللي راح تاخذوها في المادة، فهو متعارف عليه مش هيك عشان ما تلخبطوش. بدنا نشوف كيف متعارف عليه. متعارف عليه كالتالي، حاطين type def بدل ما نحكي struct node pointer. لو متذكرين التايب ديف، التايب ديف بنعطيها اول اشي الداتا تايب اللي هو struct node pointer. هاي كلها اذا بتشوفوا ك
كلمة بي تي آر أو أي إشي أي اسم يعني استبدلوها ب struct node pointer، هي معناها حسب تعريف الدايب ديف. يعني استخدم بي تي آر عشان موجودنا، يعني هذا الاسم موجود معكم في الكتاب مش إشي ثاني. ومن الأشياء برضو الموجودة تايب ديف البي تي آر، هاي بديش أسميها بي تي آر، بدي أسميها ليست حسب الإشي برضو الموجود، يعني هذا إشي مش إجباري بالمرة. بي تي آر عيد تسمية بي تي آر كبوزيشن. فهاي إيش معناها؟ معناها بقدر أحط محل struct node pointer بي تي آر أو ليست، لأنها برضو الليست بتترجم بي تي آر والبي تي آر تترجم struct node pointer فأي واحدة. فبقدر أحط إذا حطيت بي تي آر أو ليست أو بوزيشن وكأني حاطط struct node pointer اللي هو pointer على node. عشان إيش؟ عشان نريح حالنا، بدل ما نحط struct node pointer نحط من نوع ليست خلاص، وبتصير أسهل التعامل أسلس. وهون بدل ما نحط نوع struct node pointer نحط مثلا PTR أو list أو position اللي بدكم إياه يعني، بس هذا المعمول بالمادة عندكم تمام. فهاي الليست اسمها L اللي هي من نوع struct node pointer، فL بتساوي مالوك للsize of struct node. ما عملت شي يعني، أنا الجميع هذا نفس اللي قبل، بس عندنا تسميات أشياء بدل ما نكتب إشي طويل صرنا نكتب بس list position. والمتعارف عليه أخرى إشي برضو مش إجباري، إن أول نود منعرفها من نوع list وأي نود ثانية منصير نعرفها من نوع position، يعني منصير ننتقل جوا link list متغير اسمه من نوع position. طبعا list و position نفس الشيء، يعني لو حطيت إشي باراميتر من نوع list ومررت له position من مرة بفرقش، لأن الثنتين هيفهمهم هو struct node pointer تمام. فهي خلينا يعني متفقين عليها، بس بنحط الليست والبوزيشن كتسميات أسهل لقراءة الكود مش أكثر يعني. فهيك عملت أول نود وأشرت عليها بال تمام. الخطوة الثانية من نعمل نود ثانية ونعمل insert على الأولى. فكيف نعملها؟ نعمل function insert بسرعة تمام. الانسيرت ما برجع شيء، اسمه انسيرت بنمرر له من نوع ليست، بنمرر له الهيدر يعني اللي اسمه ال اي شيء، ومثلا نعطيه داتا وينشئ لي نود وحط فيها هاي الداتا تمام. فانتجر اكس بنمرر له فهو بينشئ نود، النود اما من نوع ليست او من نوع بوزيشن اللي بدكم اياه يعني بفرقش. فهو شو بنروح بنساوي؟ بنعرف اول شيء بدنا ننشئ بوينتر، نحجز له مكان ونحط فيه الداتا اللي عندنا. فمن نوع position بي بتساوي او ماشي بي بتساوي مالوك، طبعا مالوك تقدر تبطوها خلاص من نوع position بي بتساوي مالوك عادي يعني، بس استريحنا هيك. size of ايش؟ struct node تمام. فهيك انشأت موقع في الميموري وخليت بي يتأشر عليه تمام. بس لهسه مش مربوط باللينك ليست، مش مربوط بأول نود لحد هلك تمام. طيب هلا بس اتفقنا ان من نتأكد ان بي بتسويش نال صح، فبنقول اف، لانه لو كانت نال معناها انه ما في مجال في الميموري. يعني لو كنا له مثلا اف بي ايكوال ايكوال نال print او exit مثلا exit الزيرو خلص ان طلع البرنامج في error، else او خلص بدون else حتى يعني خلص، ما هو راح اذا بتبكى انا راح يطلع البرنامج. غير هيك من b arrow data equal، طبعا الارو هاي هي وسيلة الوصول للي جوا struct اللي هي نفس الدوت، بس اليوم يكون عندي بوينتر بقدرش استخدم الدوت، لان الاولوية للدوت اعلى من البوينتر، فروح بيعمل دوت بصير مشكلة يعني. فدائما نستخدم الدوت الارو عفوا، دائما في شغلنا نستخدم الارو. فروح حط الارو للبي ايكوال الداتا اللي عندي اللي مررتها اللي هي اكس تمام. فانشأ نود، انشأ نود هاي مثلا هاي النود الثانية، حط فيها داتا اكس وبدي اخليها تأشر على اللي بعد، او اللي خليها اول اشي خليها تأشر مثلا على نال، منه بس نود واحد لان نعمل
وخلي الاولى تاشر علي، تمام؟ فلو كان عندي بس لينك ليست يعني مش بس من اثنين، من اكثر من شغله، خلينا نعمل احنا الانسيرت اخر نود بعد اخر نود. يعني لو عندي نود واحده بسوي انسيرت على ثاني عنصر، ولو عندي ثلاث بروح على اخر واحده وبعمل بعدها، تمام؟ فشو بصير؟ اول شيء بس هاي اول نود انشأتها بدي اخليها اول شيء النكست تاعها ايكوال نول، لانها يعني فيش بعدها نكست خلاص بس هي. وما ومتعارف ان ما بنحط فيها داتا اول نود، لاني لانها هاي وسيله تعريفي لللينك ليست، يعني وسيله وصول لللينك ليست. بديش احط فيها داتا مهمه واروح مثلا احذف الداتا عند مرحله معينه، مثلا بديش هذا ستودنت، فبحذف ستودنت بتروح الهيدر. اذا راحت الهيدر من اللينك ليست خلصنا، ما بقدرش اوصل لها شيء ثاني، لانها هي الوحيده اسمها ال هي اللي بتوصل لللينك ليست، تمام؟ فخليتها بتساوي يعني بتاشر على نال. بعد هيك من نوع بوزيشن عملت النود الثانيه وحطيت فيها داتا، وبعدها بدي اضلني امشي عبين ما الاقي عبين ما اوصل اخر نود في اللينك ليست واضيف بي بعدها. هيك مثلا هيك الانسيرت اللي عندنا بعد اخر واحد. فشو بنعمل؟ من نوع بوزيشن مثلا تي بتساوي ال هيك، تمام؟ هاي ما طب ليش جوا الانسيرت مناش نحرك، بدنا نضمن ان ال ممنوع تتحرك، بنخلي اشي يأشر على ال وهو يتحرك. يعني بهاي الصورة ممنوع ال تصير تتحرك هون وهون وهون، لان اذا تحركت هون هاي منقدرش نوصلها خلص ضاعت من اللينك ليست. فبنخلي بي تأشر على محل ما بتأشر ال، وبنخلي بي اللي تتحرك مثلا او تي او اللي بدنا اياه، تمام؟ هاي الفكرة. فلو وين تبدا تضل نتحرك؟ بضل اتحرك لاخر نود، معناها لو انت لما النكست تاع النود يصير نال، لو عندي هاي النود اذا النكست بتاعها صار نال معناها هي اخر واحده، صح؟ ومن نضمن ان هاي النود برضو مش نال، فهي بنروح من كلها وايل ان تي نوت ايكوال نال. ليش اول ليش بنفحص اذا هي نفسها برضو مش نال؟ لانها ممكن الهيدر نفسه يكون مرجع نال فبخرب الدنيا. اذا الهيدر نفسه ما فيش له مساحه برجع نال، فاذا رجع نال وما فحصناش شيء بخرب. and t arrow next not equal null، ما دامها مش نال النكست تاعها امشي t بتساوي t arrow next. هاي معناها ما دام مش واصل اخر نوت، يعني لو في هاي الحاله مثلا تي ايكوال نول، لا انا باشر على اول واحده، تي النكست تاعي نول، لا معناها بمشي تي بتساوي تي ارو نكست، بصير هون بصير بهذا المكان. انا نول، لا النكست تاعي نول، لا معناها بمشي كمان مره. انا نول، لا النكست تاعي نول، فبوقف هون. فهي عمليا تي بتصير تأشر على اخر element عندي في اللينك ليست. هلا مجرد ما وصلت لاخر element بدي اخلي اخر element دوت next بساوي النود اللي انا انشأتها جديدة اللي هي اسمها بي، وبي دوت next بدها تساوي نال، صح؟ فهيك هاي اخر element في اللينك ليست، مثلا هاي الهيدر وهي اخر element. اخر element دوت next بتساوي بي اللي هي فيها الداتا، وبي دوت نكست بتساوي نال، تمام؟ فهي اخر اليمنت وين مخزنه؟ عند تي. فتي دوت ارو نكست ايكوال بي، وهي البي النود جديده، هو بي دوت نكست ايكوال نال. فاي شيء صرت اقدر امثله كرسم بصير اقدر امثله كود. بهي الحالة بنقدر نعمل insert، تمام؟ الفيديو الجاي بنحاول نعمل print ونطبع الناتج، يعني نطبع ونتأكد ان الانسيرت شغال صح، تمام؟ يعطيكم العافية.